تعد جائزة البحرين لريادة الأعمال منصة وطنية مرموقة تحتفل بإنجازات رواد ورائدات الأعمال المحليين، وتجمع كافة الفاعلين في الأوساط الريادية في مملكة البحرين تحت سقف واحد للاحتفاء بالإنجازات وتعزيز فرص التعاون الذي من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. هي حاضنة مثالية لمن حكى الإبداع بكل لغاته وبداية طريق إلى عالم استثماري ناجح. جائزة البحرين لريادة الأعمال التي تعكس عاما تلو آخر من خلال الإقبال الكبير على المشاركة فيها مدى تسارع نمو المؤسسات الريادية في مملكة البحرين وتنامي قطاع ريادة الأعمال بشكل عام في المملكة. وفي نسختها الرابعة فاق الإقبال على المشاركة في الجائزة توقعات المنظمين، حيث تلقت اللجنة المنظمة أكثر من 180 طلب مشاركة من المؤسسات المحلية الريادية في مختلف الفئات، وخضعت جميع الطلبات لعدة مراحل من التقييم، حيث تأهلت 35 مؤسسة للمرحلة نصف النهائية و21 مؤسسة للمرحلة النهائية. هذا وتمنح المؤسسات الفائزة بجائزة البحرين لريادة الأعمال فرصاً متعددة للتدريب والتطوير تشرف عليها مؤسسات عالمية كمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي توفر لهذه المؤسسات المحلية دعماً استراتيجياً لخطط التنمية، كما يمنح الفائزون مكافآت نقدية ودروعاً تكريمية وفرصاً للمشاركة في برامج تدريب دولية.